ولمناقشة تطورات المصالحة الخليجية ينضم إلينا الدكتور خليل آل خليل، الباحث والأكاديمي السعودي، عبر الهاتف من الرياض. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل. حياكم الله، أهلا بك ومرحبا، وأشكركم على استضافتي، شكرا للقناة الموقرة. حياك الله دكتور. اليوم لأول مرة يعلق الملك سلمان على المصالحة الخليجية، كيف ترى ما جاء في تعليق الملك في هذا الشأن وتثمينه للجهود الأمريكية في التقارب بين الأشقاء في الخليج؟ بدون شك بأن ما قامت به دولة الكويت، رحم الله الراحل الشيخ صباح أحمد جابر الصباح، والذي كانت يتوق ومن البداية لإنهاء المقاطعة ولرد يعني ولرأب الصدع ولتقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون. نعم. وكذلك سار على النهج لإكمال تلك المهمة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومشكورا قام بجهود كبيرة. وهذا الجهد هو جهد مشترك الحقيقة بين دولة الكويت وقيادتها، وبين كذلك الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية. وأثمرت هذه الجهود في بداية، اسمح لي أن أسميه البداية أو بداية الخطوات للمصالحة. والمملكة العربية السعودية لها رغبة في ذلك، وكذلك بالتأكيد دولة قطر لها رغبة في ذلك، إنما كان هنالك ما بعض الأحداث التي أخرت الأمر. بالنسبة لي متخصص ومهتم بهذا بالعلاقات، كنت على يقين بأنه لا مناص لقطر إلا أن تعود للحضن الخليجي. القضية بالنسبة لي وبالنسبة للمتخصصين قضية وقت وقضية تفاهمات وقضية خطوات وقضية بعض إزاحة بعض العقبات أو التقليل من بعض الإشكالات التي كانت تقف أمام المصالحة. يبدو لي بأن البيان الذي صدر من معالي الدكتور أحمد محمد الصباح، الحقيقة يعني الناس الصباح وزير الخارجية الكويتي، وكذلك التهنئة من قبل أمير دولة الكويت صاحب سمو الشيخ صباح نواف صباح للملك سلمان، وكذلك وشكره وكذلك لصاحب السمو الشيخ تميم الثاني. طيب يعني دكتور خليل، يعني أنت تكلمت عن المبادرة الكويتية وجهود الكويت لتسوية أزمة الخليج، يعني وأشرت إلى الدور الذي لعبته منذ بداية الأزمة، لكن ما هي الدوافع التي جعلتها تلعب هذا الدور؟ دوافع وجودية. لا يمكن أخي الكريم والسادة وسيدات المشاهدين، لا يمكن لدولة قطر أن تبتعد عن محيطها، ولا يمكن أن تتقبل المملكة العربية السعودية ولا دولة الكويت ولا الإمارات العربية ولا المملكة البحرين ولا كذلك السلطنة عمان، لا يمكن أن يتقبلوا أن تبتعد قطر، وكذلك الثاني يعني كذلك الأسرة الحاكمة في قطر تتفهم ذلك وتدرك بأنها لا مناص من أن تعود إلى حضنها. الإشكالات الأخرى تحل يعني بشكل وبآخر. نعم تأخرت لأكثر من 3 سنوات، ومعروف يعني أن هنالك أسباب هنا وهناك، لكن بالتأكيد بأن الدوافع هي وجودية، الدوافع هي الحاجة، الدوافع هي أن هنالك متطلبات واحتياجات أمنية وعسكرية واقتصادية لكل الدول، ليس لدولة واحدة. طبعا الخاسر الأكبر قطر، دولة قطر، ولكن تحملت فيما مضى ما تحملت من دول المقاطعة. إنما العودة بدون شك بأنها هي هي الأصل في أي خلاف سياسي، ليس فقط هذا الخلاف، أي خلاف سياسي بين الدول الأساس العودة إلى التفاهمات. تركيا من جهتها أعربت عن ترحيبها بالتطورات الإيجابية لإنهاء الخلاف بين الأشقاء العرب في الخليج، كيف تقرأ الموقف التركي؟ وهل تشهد العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية تطبيعا كاملا بعد الاتصال الذي أجراه الملك سلمان بن عبد العزيز
بالرئيس التركي قبل أيام. أنا سعيد، والحقيقة من هو يكترث بالاستقرار ويكترث بالتنمية المستدامة ويكترث بأن تصان حقوق الحقيقة الحقوق الأمنية والاقتصادية وحقوق المشروع في المنطقة وإبعاد المنطقة عن التوترات ومنح أو توجيه الطاقات للقضية الفلسطينية، توجيه الطاقات لإيقاف ميليشيات إيران عند حدودها، توجيه الطاقات لكذلك العلاقات بين العرب والمسلمين وبين كذلك الدول الأخرى. هذا يعني يحملنا على أن نبتهج بكل خطوة يخطوها القادة للتقارب وللتقريب بين الشعوب وبين الدول. وبالتالي يعني الاتصال من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بأخيه الرئيس التركي السيد أردوغان، هذه خطوة إيجابية، وبصرف النظر عن ما تقول الإعلام وما تقول به الجهات المحرضة، هذا كله يعني سينتهي. حسن العلاقات بين تركيا والدول العربية مطلب وأساس، لأن هذا تكامل، تكامل اقتصادي، تكامل دبلوماسي، تكامل سياسي، وجود قوة. وسبق أن قالها صاحب اسمه البيت رحمة الله عليه الأمير سعود الفيصل، قال إن دخول تركيا في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي قوة للعرب والمسلمين. يعني لا يجوز أن احنا كشعوب نبتهج بالخلافات وبالعداوات هذا كلام لا يجوز ولا ينبغي. لذلك حكمة الملك سلمان بن عبد العزيز كانت واضحة في الاتصال بأخيه السيد أردوغان. والملك عبد الله رحمة الله عليه زار تركيا مرتين عام 2008، لم تحدث بأي يعني لزعيم سعودي ولا أنه يزور تركيا مرتين، هو أول ملك زار تركيا، وكان يثني على الجهود الاقتصادية والجهود السياسية والدبلوماسية. حديث المصالحة بين الأشقاء العرب في الخليج العربي جرنا للحديث عن القمة الخليجية التي تأخر كثيرا الإعلان عن موعدها. هل ستستضيف البحرين هذه القمة؟ هل ستحضر قطر أم أن الوقت لم يهيأ بعد للحديث عن ذلك؟ ربما نسمع الغد أو بعد الغد أو بعد الغد أو بعد أيام، ربما نسمع ونشاهد خبر حلول الشيخ تميم آل ثاني ضيفا على بلاد المملكة العربية السعودية، وربما يحدث قريبا أو المشروع قائم. وهنالك كما ذكر البيان الحقيقة في من دولة الكويت بأننا ابتهجنا بالوصول إلى المصالحة والاتفاق. إذن المسألة اتخذ فيها قرار، يعني أنا هذا فهمي للأمر، أن الموضوع اتخذ فيه قرار وليس فقط أمنيات وليس فقط خطوات هيلمانية، إنما البدايات أو الخطوات الأولى الإيجابية اتخذت. وبالتالي كان هناك التهاني من سلطنة عمان، والتهاني من الجزائر، والتهاني من يعني البيانات اللي صدرت من تركيا ومن الدول المسؤولة صدرت منها بيانات وصدر منها تهاني. بالتالي اليوم على يعني كافة الدول ولكن بالذات قطر لأنها هي الحلقة الضعيفة في الموضوع، عليها وعلى القيادات القطرية أن تستفيد من هذه الفرصة وأن لا تفوت هذه الفرصة. وبالتالي إن شاء الله يحصل التصالح وتعود المياه إلى مجاريها، إما كليا أو جزئيا في خطوات متتابعة. هذا ما نرجوه، ونرجو إن شاء الله أيضا بين المسلمين أن يكون هنالك تفاهمات وإن حصل خلافات في وجهات النظر. نعم، الدكتور خليل الخليل الباحث والأكاديمي السعودي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.